ايوه حمدي سامعاك. اوكي بس عشان خاطري ابوس ايدك نوصل لاي حاجه النهارده. اوكي استاذه سلمى في تليفون بالسويتش. ملعون ابو التليفونات يا عم ربيع. مين؟ قالوا لي والدتك عاوزه تكلم حضرتك وضروري يعني. ماشي يا عم ربيع. ماشي يا حمدي هكلمك تاني. والدتي وحشتيني يا سلمى، وحشتيني يا حبيبة قلبي، والنبي ده انا بسمع صوتك من هنا والروح بتدب فيا بقدرة قادر. لو سمحتي يا ماما ردي عليا قولي مين اداكي رقم الجورنال وازاي تتصلي عليا فجأة كده من غير ما تقولي لي. نمرة الجورنال ماني ما لقيتك مش سامعة الموبايل، قام الواد صبحي ابن خالتك عفاف الله يبارك له يا رب قرالي النمرة وكتبها لي في ورقة. لا يا ماما انا سامعة الموبايل وشايفاه كويس، بس مش معقول هسيب اللي عندي واكلمك. يبارك لي فيكي ويخليكي ليا اني داني زي الفل الابيض ولا تشغلي نفسك بيا خالص. والنبي يا ست ام سلمى سلمينا عليها وقولي لها انها مشرفانه ورافعه راسنا. ايه والله قولي لها ان صورتك زي القمر. حاضر يا فوزي، عمك فوزي بيسلم عليك. عمك فوزي البقال ابن خالتك صبره وبيقول لي ده انت مشرفه الكفر كلات وصورتك زي البدر قمر خمسه في عين اللي شافك وما صلى على النبي. يا دي فوزي وصبره ونيله على دماغي. يا ماما ارحميني بقى، ارحميني وكفايه لان انا اعصابي تعبانه ومش مستحمله. ايه ده؟ مين اللي رفع السماعة؟ الله لا تكون سمعت حاجة على الروشة اللي انت عملتها لي. ده انا سمعت الرعد. بيقولك مرة واحدة بنت ناس قوي بتقول لرئيس التحرير مامي على طول في العزبة مش بتحب جو القاهرة. وطلعت مامي في العزبة برضو؟ بس خرجت تتمشى عشان تتصل بالموبايل من عند فوزي البجال ابن خالتك صبري. من فضلك قطعي رقم الجورنال او تنسيه خالص وما تكلمينيش تاني. الفلوس انا ببعتها لك في معادها. لا ولا تتعبي نفسك ولا تيجي خليكي في شغلك. انا عارفه انك وراكي حاجات كبيره قوي بتعمليها وما تقلقيش عليا انا زي الفل واهل البلد كلاتهم حاطيني جوه حباب عينيهم. حسك معايا يا ضنايا، حسك معايا. الف سلامي الف سلامي على السلامه. حنين عليا طول عمرك. واضح واضح والله. تشكر يا اخويا. يا سلام انت تأموري واحنا لينا بركه غير الاستاذه. حسابك بقى يا اخويا. حساب؟ حساب ايه يا ست ام سلمى؟ انت بتشتمينا ولا ايه؟ لو النبي لا يجرى ولا يطول اسم النبي حارسها محرجه عليا باخرش حاجه عن حد ابدا. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيها. تشكر. لا خط المكتب عندي مفتوح على مين؟ على اربع مكاتب. ليه؟ ايه اللي حصل؟ حيوان بيتصرف عليا وانا بتكلم. طب اهدي قولي لي كنت بتكلمي. في يا سلمى مالك متعصبه كده ليه؟ خرجيني يا نجلاء. خرجك؟ خرجيني وديني في اي مصيبه. مصيبه؟ مصيبه ازاي يعني؟ مش فاهم. زي الناس يا جيجي، واحده مفهمه الجورنان كله ان هي بنت زواد وان امها قاعده في عزبه كبيره في المنصوره، والحقيقه ان هي بنت فلاحه جعانه بتتكلم في الموبايل من عند بقال بتديها شهريه كل شهر.